بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ والنهارده نكمل إن شاء الله المحاضرة 17 من محاضرات البي اتش بي، وهنركز فيها النهارده إن شاء الله على دوال المواصفات، ويمكن تاخد معانا بتاع محاضرتين ثلاثة ويمكن أربعة كمان. دوال المواصفات يا جماعة هي دوال اللي أنا بستخدمها المواصفات عشان أزود الإمكانيات الموجودة في المواصفات. النهارده إن شاء الله هناخد دالة الريميرج اللي هي بتدمج مصفوفتين في بعض، والداله بتاعت كاونت اللي هي بتجيب لك عدد عناصر المصفوفه، والداله اللي هي الاري كاونت فاليوز اللي هي بتجيب لك عدد العناصر داخل المصفوفه نفسها. يعني مثلا لو عندك مثلا عنصر متكرر مرتين، تقول لك ده مثلا متكرر مرتين ثلاثه اربعه، يعني عدد مرات كل عنصر داخل ايه المصفوفه. وهنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي ان شاء الله، وبعد كده هنشوف شويه دوال تاني باذن الله تعالى في المحاضرات التانيه. طيب نبدا الاول. دي كانت اخر حاجه خدناها، كان خدنا الجيت والبوست ميثود وعرفنا الفرق ما بينهم وازاي نستخدمهم. هنكمل النهارده، هنيجي نعمل فايل ونختار نيو ونختار بي اتش بي فايل، وبعد كده نختار كرييت. تمام، والنهارده هنكتب الاري فانكشن بارت 1، اري داش فانكشن بارت 1 بي ار تي 1 اوكي، اري فانكشن بارت 1 اوكي، ونقول له ايه سيف. تمام، وزي ما بنعمل كل مره هناخد البوت ستراب تمبلت كنترول اي كنترول سي ونحطه مع الملف بتاعنا الجديد كنترول اي كنترول في. تمام كده، ونشيل الحاجات اللي احنا مش عاوزينها. هنشيل دول لحد هنا، ديليت اوكي، ده البي اتش بي مش عايزين الفورم ديت كمان هنشالها ديليت. تمام كده، وهنيجي في التايتل فوق هنغير التايتل وهنكتب التعامل مع دوائر المصفوفات الجزء الاول، تعامل مع دوائر المصفوفات الجزء الاول اوكي، وهننزل تحت هنا كمان وهنكتب برضو التعامل مع دوال المصفوفات التعامل مع دوال المصفوفات. تمام كده برضو الجزء الأول. تمام كنترول اس. لو طبعا الزامبي شغال اللي هو اللوكال سيرفر شغال بتاعك، تمام كده هيشتغل معاك. لو انت برضه شغال اونلاين عن طريق الفايل زيلا، ممكن تاخد الملف وترميه على الاستضافه بتاعتك. طبعا عندي استضافه مجانيه واخدها بحيث ان انا اجرب عليها، يعني تست عليها كل حاجه انا بشتغل بيها، وخاصه الجزء الديناميك دوت لانه اصلا بيتطلب سيرفر سايت سيرفر ايه سايت. تمام، المهم عشان نخش داخل الموضوع، لو انت حابب برضه اكتر مانجر، هناخد سبوره بيضاء وهنكتب فيها اللي احنا عاوزين نعرفه النهارده او اللي احنا عاوزين نوصل له. بمعنى صح، احنا عاوزين نتعرف على دوال المصفوفات. تعال ناخد لون زي اللون الاحمر اوكي، عاوزين نتعرف على دوال المصفوفات اللي احنا بنسميها الاري فانكشن اري فانكشنز فانكشنز اوكي. دي الحاجات اللي احنا عاوزين نعرفها. طيب الاولانيه اللي احنا هناخدها في حاجه اسمها الاري ميرج، الاري ميرج، والاري ميرج دي بتعمل لك دمج ما بين مصفوفات، دمج مصفوفات دي الاري ميرج. النوع الثاني او الحاجه الثانيه اللي هي داله الكاونت، داله الكاونت، ودي بتجيب عدد عناصر المصفوفه، عدد عناصر المصفوفه. النوع الثالث وهي دالة الـ Array Count Values تقريبا، شوفها برضو Array Count Values، أيوة Array Count Values، ودي بتجيب لك عدد كل عنصر داخل المصفوف، كل عنصر داخل المصفوف. احنا ممكن نسميها عدد تكرار كل عنصر داخل المصفوف. يعني انت مثلا لو عندك مثلا المصفوفه مثلا فيها خبز مرتين، يقول لك مثلا الخبز ده متكرر مرتين، يبقى عدد تكرار كل عنصر داخل المصفوف. مصفوف
ده اللي احنا هنركز عليه النهارده، ده اللي احنا هنركز عليه النهارده، اللي هي الاري ميد والكاونت والاري كاونت ايه فاليوز. تمام كده، تمام. طيب عملنا احنا الملف البي اتش بي بتاعنا اهو على دريم ويفر، وهنبتدي شغل من هنا. طيب طبعا عشان نبتدي شغل لازم يكون عندنا ايه، مصفوفه. تمام كده، المصفوفه ديت هندي مثلا مصفوفه وعليكم مصفوفه نصيه. تمام كده، وعليكم ساين دولار شوبينج باسكت، شوبينج باسكت 1 سوري. احيانا الكيبورد بتعلق عندي فبتخلي العربي يكتبها على طول، شوبينج باسكت 1. اوكي، ودي هتساوي اري اوكي، واحط فيها عنصر 2 3 4 واكرر فيها شويه عناصر واقول لكم ليه بعد كده. 2 3 4 اوكي، وهنقفل بالسيمي كولون عشان مبقاش في خطا، كنترول اس. تمام كده، وهنبتدي نحط ايه العناصر اللي احنا عايزين نحطها. اول عنصر عايزين نحط مثلا خبز، تاني عنصر عاوزين نحط حليب، ما تخافش من العكس اللي بيعمله العربي ده، بس كل عنصر هيكون في مكانه. تمام كده، بيض، وبعد كده هنكرر الخبز مرة ايه، مرة تانية. خبز. تمام كده، دي أول مصفوفة، كنترول A، كنترول S. طيب هنعمل مصفوفة تانية، ادي ساين دولار شوبينج باس، شوبينج بينج باسكت 2 اوكي، ودي برضه هتساوي برضه اري، والاري دي برضه هنحط فيها اربع عناصر، تكون واحد فاصلة اتنين فاصلة تلاتة فاصلة أربعة، وأحط مثلا نقطة. تمام كده، وأبتدي أحط العناصر اللي أنا عاوز أحطها داخل المصفوفة ديت، وليكن فلاح كده، موز، وبعد كده هيبقى عندي برتقال، وبعد كده هيبقى عندي موز مرة أخرى، موز مرة أخرى. أوكي، كنترول اس. طيب دلوقتي عاوزين نعمل مصفوفة هتضم المصفوفتين دول، وبعد كده هطبع العناصر بتاع المصفوفة ديت عشان أتأكد إن المصفوفتين انضموا فين في بعض. هعمل مصفوفة تالتة وليكن ساين دولار، ساين دولار شوبينج باسكت، باسكت اوكي. تمام كده، دي لوحديها، ودي هتساوي ايه بقى؟ الاري ميرج، الاري underscore merge اهي الداله دي، والداله دي هتاخد البارامترات اللي احنا هنحطها لها، وهي المصفوفه الاولانيه ساين دولار شوبينج باسكت 1، ساين دولار شوبينج باسكت 1 وفاصله وساين دولار شوبينج باسكت 2، شوبينج باسكت 2. تمام كده، اروح اعمل فاصله ايه مضمون. طيب كل المفروض دلوقتي ان المصفوفتين يضموا في مصفوفه واحده، اصبحت اسمها الشوبينج جيم، الشوبينج باسكت. طيب عاوزين نشوف الكلام ده تم صح ولا لا، هنطبع عناصر المصفوفه، نقول ايكو في الايكو دوت باراجراف بي تاج، باراجراف قصدي باراجراف. تمام كده، وجوه الباراجراف دوت هبتدي اكتب عناصر المصفوفه الجديده، عناصر جديدة. تمام كده، وأسرع طريقة طبعا هنستخدم البرنت ار، برنت اندرسكور ار. تمام كده، وأديله اسم المصفوفة ساين دولار شوبينج باسكت، وبعد كده أروح أقفل بيه بفاصلة منقوطة، وأعمل كنترول اس وأشوف اف 12 من لوحة. هتلاقي عناصر المصفوفة الجديدة، ادي بيقول لك ان في اري، العنصر الاولاني خبز، والعنصر الثاني حليب، بيض، خبز، وبعد كده تفاح، وبعد كده موز، وبعد كده برتقال، وبعد كده موز مرة ثانية.
بعد كده يبقى عناصر الموصوفة الأولانية اتضمت عناصر الموصوفة التانية وأصبحوا الاتنين موصوفة إيه؟ موصوفة واحدة. تمام؟ تمام. طيب هنخش جوه تاني نكمل. هنشوف بعد كده ازاي ان احنا نطبع عدد عناصر المصفوفة ديت عن طريق الدالة ايه؟ الدالة كاونت. المفروض عندي 1 2 3 4 دي 5 دي 6 دي 7 دي 8 8 عناصر. هنشوف كده هيجيبهم صح ولا لا. يبقى هنكتب كده ايكو ايكو، وجوه الايكو هنحط بي تاج، قصدي بي تاج، وجوه البي تاج تمام كده هنحط الكلام دوت عدد عناصر المصفوفة الجديدة، المصفوفة الجديدة تمام كده. ولو عاوز تضمها على بعضيها ماشي، عاوز تطبعها في سطر منفصل برضه ايه ماشي. فاحنا ممكن نيجي نحط هنا الحتة دي كده، ونحط دوت، ونحط دالة الكاونت كاونت تمام كده، ديساين دولار شوبينج باسكت، شوبينج ايه؟ شوبينج باسكت. يبقى دالة الكاونت بتاع دالة الكاونت هتجيب لك عدد العناصر المصفوفة بتاعت الشوبينج باسكت اللي هي دي تمام. العناصر المصفوفة الجديدة تمام، نحط النقطتين بس تنسيق رسالة. وبعد كده ممكن نيجي في الحتة دي ونكتب عنصر تمام كده، وبعد كده نقفل بيه فاصلة منقوطة فاصلة منقوطة تمام كنترولز. هبص لا بيقول لك عدد عناصر المصفوفة دي 8 ايه؟ 8 عنصر، 8 ايه عنصر. يبقى دالة الكاونت ديت دخلت على المصفوفة ديت وعدت لي العناصر دول. طيب تعالى نزود عنصر عشان نتأكد ان الدنيا ماشية صح تمام. نحط هنا في فاصلة، نحط عنصر جديد، عندي خبز وحليب وبيض وخبز، وهنكتب جبنة جبنة تمام كده كنترول اس. وتعالى شوف هتلاقي هنا الجبنة اتضافت اهي تمام كده، وعندي هنا 9 ايه 9 عنصر. يبقى الداتا كاونت شغالة صح، وعندي العناصر بيتضافوا على بعضهم صح عن طريق الاري ميرج. ده بالنسبة ايه لاضافة العناصر، اضافة العناصر على بعضيها وعدد العناصر اللي هو ممكن تجيبهم لك الداتا كاونت من المصفوفة. تعالى نشوف دلوقتي نستخدم اللي هي الاري كاونت فاليوز ازاي نجيب اللي هو تكرار العناصر داخل المصفوفة. يعني انت بص هتلاقي هنا في خبز، الخبز ده خبز ده تمام كده، وده ادي خبز، ادي اتنين، عندك اتنين ايه اتنين خبز، وعندك اتنين ايه اتنين موز، وباقي الحاجات ايه واحد تمام كده. فازاي يعني اعرف تكرار كل عنصر داخل ايه المصفوفة نفسها، لو عدد تكرار العناصر داخل المصفوفة هعرفه ازاي؟ عن طريق الري كاونت فاليوز. تعالى نعمل كده ايكو جديد وفي الايكو دوت هنكتب كده بي تاج تمام، وبنكتب من بره فاصلة مضغوطة تمام. وفي الايكو دوت هنكتب عدد تكرار مرات كل عنصر، عدد تكرار مرات كل عنصر، كل عنصر اوكي طيب تمام. وبعد كده هاجي هعمل ساين دولار كاونت، ساين دولار ايه كاونت، ده متغير، والمتغير طبعا ده المفروض عشان برضه ما يتلخبطش معاك مع الداله كاونت، الداله كاونت اصلا دي داله فعشان كده مفيش مشكله، بس انا هحط رقم واحد. يبقى ساين دولار كاونت واحد دوت هيساوي الاري تمام كده اندرسكور كاونت فاليو كاونت values الاري عناصر كاونت فاليوز للساين دولار شوبنج ايه؟ شوبنج باسكت، شوبنج باسكت. دي معناها ايه؟ معناها روح شوف المصفوفه اللي اسمها شوبنج باسكت ديت، وهات لي عدد تكرار كل عنصر من العناصر الموجوده وحطه لي في مين؟ في المصفوفه دي تمام كده؟ طبعا هنا يساوي
يبقى كأن الناتج دلوقتي هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن مصفوفة. الناتج هيبقى عبارة عن ايه؟ مصفوفة اسمها الكاونت ايه؟ كاونت 1. طيب فصل النقطة هنا وهنزل تحت كنترول اس. تمام. اطبع دي ازاي؟ طبعا عن طريق البرنت ار اند البرنت اندر سكور ار. تمام كده، واحط له ساين دولار كاونت 1، ساين دولار كاونت 1 اللي هي دي. وبعد كده هعمل فصل، هعمل نقطة واعمل كنترول اس واشوف النتيجة هنا. بص هنا كده بيقول لي ان دي عباره عن مصفوفه. الخبز هنا متكرر كام؟ مرتين. الحليب مره واحده، البيض مره واحده، الجبنه مره واحده، التفاح مره واحده، الموز مرتين. تمام كده، البرتقال مره ايه؟ مره واحده. وتعالى نعمل اف 12 لوحه المفاتيح ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. هتلاقي الدنيا ماشيه بهذا الاسلوب، عدد تكرار مرات كل عنصر، وجايب لك التكرار بتاع كل عنصر. طيب يبقى اذا ماشي كده، الساين دولار كاونت 1 ده اصبح ايه؟ اصبح مصفوفه. يبقى انا ممكن ان انا اطبع مثلا تكرار، بدل ما اطبعها بالشكل ده ممكن اطبع التكرار بس ايه؟ عنصر واحد عن طريق الكي بتاعه. يعني مثلا عاوز اقول مثلا اطبع لي الخبز اتكرر كام مره، ماشي كده؟ هعملها له ازاي؟ اقول له ايكو، وفي الايكو دوت هديله باراجراف بي تاج، بي تاج. تمام كده، على بي تاج. اوكي تمام، واقول له عدد مثلا تكرار عنصر الخبز، عدد تكرار عنصر الخبز داخل المصفوفة، داخل المصفوفة. اوكي تعص ضيف ضيف، يعني ممكن تيجي هنا فاصل كده بنقطة اللي هي كونكاتينيشن اللي هو عملية الدمج يعني، واقول له ساين دولار كاونت 1، ساين دولار كاونت 1. اوكي تمام كده، واروح فاتح اللي هو القوس المربع واكتب العنصر اللي انا عاوزه اللي هو مين؟ خبز. خبز ماشي كده، واجي هنا واعمل مسافة كل مرة. بكره العربي ما بيطفشت في الكتاب. كنترول اس. تمام كده، بيقول لك عدد تكرار عنصر الخبز داخل مصفوفه 2 ايه؟ 2 مره. تمام كده، فصل النقطه عشان ما يبقاش فيه مشكله. دي الفصل النقطه، دي كنترول اس مره ثانيه. اقول لك عدد تكرار عناصر عنصر الخبز داخل مصفوفه 2 مره، اف 12 برضه نروح نفتح نشوف على المصفح اهو، عدد تكرار عنصر الخبز داخل مصفوفة 2 مرة. طب تعالى نشوف مثلا جبنة، هنيجي هنا وبدل الخبز دي هنكتب ايه؟ جبنة. المفروض الجبنة اتكررت كام ايه؟ عنصر الجبنة، جبنة. تمام كده، كنترول اس، هيقول لك ان عدد تكرار عنصر الجبنه داخل مصفوفه مره واحده. فعلا الجبنه، ادي الجبنه اهو متكرر كام مره؟ مره واحده. تمام كده، ادي كنترول اس واف ايه؟ واف 12 من لوحه المفاتيح. وهبص تلاقي عدد تكرار عنصر الجبنه داخل مصفوفه عباره عن مره واحده، ولو بصيت هنا فعلا اهو ادي الجبنه اللي هو الكي متكرر كام؟ مره واحده. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، واتعرفنا فيها على الاري ميرج وعلى الكاونت وعلى الاري كاونت فاليوز. دول ثلاث دوال من ضمن دوال المصفوفات اللي احنا ممكن نستخدمهم مع مين؟ مع المصفوفات. ان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل مع دوال المصفوفات، ويمكن تاخد معاها بتاع حلقتين ثلاثه تاني. اذا عجبك الفيديو اتمنى لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه اتمنى لي سبسكرايب داخل القناه. وكل لكم شاكرين، كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.